من استديوهات تلفزيون العربي 2 في لسان. صباح الخير مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده. وصباح الخير ساره. صباح النور عهد، ونرحب بكم مشاهدينا في لقائنا الصباحي المتجدد يوميا مع حلقه منوعه بالمواضيع والتقارير. وفيها استعاده نضاره البشره بعد فصل الصيف في فقرتنا الطبيه، نشر القصص الملهمة لإيصال الصوت العراقي إلى العالم في سوشيال ميديا، ومن رحم الحبس المنزلي معرض أم تحت الإقامة الجبرية في مع الناس، تنظيف الكبد من السموم من خلال الغذاء أيضا في سياق حلقتنا. حلقتنا تبدأ الآن مشاهدينا، ابقوا معنا. صباح النور مشاهدينا، واهلا وسهلا بكل من انضم الى حلقتنا. وصباح النور عهد. صباح الخير ساره. ضروري نعمل قانون انه قبل ما نبلش الحلقه ما بنحكي شيء، صح؟ لانه يعني اصعب المقدمات اللي اعمله، لانه عم بكمش حالي من الضحك. لانه في اشياء بتصير تحت الهواء. هلا خلال الحلقه رح تعرفوا عنا اكيد مشاهدينا. اليوم عندنا فقرات ومواضيع، عندنا فقرات منوعه ومختلفه ايضا، ودائما مشاهدينا يمكنكم مشاركتنا بآرائكم وأي مقترحات جديدة على رقم الواتساب الظاهر أمامكم على الشاشة. حبيت تغيير الموضوع اليوم، عندنا تنظيف الكبد، سنتناقش حول الموضوع ونعرف أكثر عن كيفية ما يعرف الآن بالديتوكس الكبد عن طريق الغذاء. موضوع جدا مهم، صحيح، لأنه اكتشفنا أنه بس الكبد يكون تعبان كل الجسم بينضرب بكل، يعني بنصاب بكثير من العلل، لأنه بتعتبر الكبد وكأنه مصفاة الجسم. طبعا يعني هو من أهم الأعضاء خلينا نقول، صح، بالجسم. أيضا لدينا موضوع عن البشرة والاهتمام بالبشرة بعد فصل الصيف. رح نحدد بعد فصل الصيف لأنه بتعرف بتتعرض أكثر البشرة للحرارة. أيضا سيكون معنا ضيف سنتحدث عن يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو كيف يهتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العراقي وتحديدا هيك أشخاص محددين. وأيضا لدينا بمطبخ صباح النور اليوم الشيف النجم محمد نجم. خلص انتشر الاسم، صار اسمه النجم محمد نجم. يا أهلا وسهلا. كيفك يا سارة؟ الحمد لله. كيفك أنت وشو عنا اليوم؟ والله اليوم عنا الكفتة ببطاطا، بتعرفوها طبعا، بس هالمرة حنعملها بالترافل. وشغلة تاني حنعمل الأكتوبوس اللي هو الأخطبوط بس البيبي الصغيرة، عشان إذا جبنا الأخطبوط الكبير ساعتها أكيد سارة حتهرب من الاستوديو. فعملنا الأكتوبوس البيبي وحنعملها بروفنسيال، فحنعلم كيف بتنعمل وشو المكونات اللي بتجي معها، وطريقة سهلة وحلوة. والأكيد الكفتة ببطاطا اللي هي الطبيعية اللي نحن بنعملها، بس حنعلم كيف نعمل الصوص تومات يكون معقد فيها، والترافل كيف بينضاف لها. إن شاء الله أكيد يعجبكم. بيبي أخطبوط. يس. بيبي خفيف. أنا بسأل بطاطا وكفتة. لا مش الشيف كيف شيف محمد عامل بطاطا وكفتة، طلع في شيء ثاني بس طلع في أخطبوط وبيبي بعدها. بدك تشوفي كيف؟ لا. هي. أيوة. لا بيبي بيبي خلينا نشوف النتيجه احنا. صح صح اوكي. شكرا. يعطيك شكرا لك شاف. شكرا، ورح نرجع لك بالتاكيد خلال الحلقه من خلال وقفتين. والان مشاهدينا دعونا نذهب لنتابع احوال الطقس ودرجات الحراره في العواصم العربيه ثم نعود. We'll be right back.
إلى جولتنا على موقع التواصل الاجتماعي، والبداية اليوم إهداء لجميع أولياء الأمور، شئتم أم أبيتم انتهى وقت المرح وبداية العام الدراسي، هاشتاج متصدر في العديد من الدول العربية تزامنا مع بداية العام الدراسي في معظم الدول. طبعا دعونا نتابع بعض ما جاء فيه، يعني أرفق هذا التعليق بهذه الصورة، البنت الحزينة الأرق عندنا كلنا من بداية العام الدراسي. تعليق آخر، متى مهرجان العودة للمدارس؟ أيضا بعد كل هالسنين كل ما أشوف إعلان العودة للمدارس يحوشني عوار بطن، بطنة بيجع على فاطمة. أيضا تعليق آخر، عزيزي ولي أمر الطالب، مع اقتراب موعد المدرسة ستلاحظ على ابنك تغيير ويشكو كثيرا من صداع وألم في البطن ووجع في الأسنان، فلا داعي للخوف أو القلق، ما عليك إلا مسح الطفل على ظهره بالخيزران 3 مرات وستلاحظ الفرق في أول مرة. طبعا ما تسمعوا من هذا التعليق أبدا. تعليق آخر، ما أدري تتفقون معي ولا لا، جملة العودة للمدارس أنا أشوفها نفسيا على الطالب مو حلوة، لو استبدلناها بجملة عودة للنشاط والعلم والثقافة أشوفها أفضل. أيضا هنا تزامنا مع ما يحدث أيضا في غزة، أطفال غزة يطالبون بحقهم في التعليم، بالحديث طبعا عن أطفال غزة بالأمس وبعد جلسة مجلس الأمن بشأن شلل الأطفال، وهذا ما تم أيضا تداوله بخصوص هذا الموضوع. نتابع، سبب عودة شلل الأطفال في غزة هو الحرب وسياسات الاحتلال والحصار، تجويع السكان وأثرها على مناعتهم، ندرة مواد التنظيف، انهيار القطاع الصحي وعدم توفر اللقاحات الأساسية، الاكتظاظ في أماكن النزوح، التلوث والأزمة البيئية، هل اللقاح كافي أم يجب وقف الحرب؟ تعليق آخر من معتز على هذا الموضوع، الكيان الصهيوني يوافق على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين بتخصيص أماكن معينة داخل قطاع غزة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. وهنا نقرأ أيضا، غزة عاصمة الأطراف المبتورة، أكثر من 10 أطفال في غزة يفقدون إحدى ساقيهما أو كلتيهما يوميا منذ الحرب. المنظمات العاجزة استفاقت فجأة على الحنان المفاجئ لتطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال، ليس خوفا على مستقبلهم بل انصياعا من امتداد الفيروس لعقر سيدتهم إسرائيل. يعني هذا الموضوع طبعا بعد جلسة كما ذكرنا مجلس الأمن بشأن شلل الأطفال وضرورة السماح بإقامة حملات لتطعيم الأطفال، يعني هذا كان التفاعل حول هذا الموضوع. أيضا منظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن، الفشل في التحرك سيخلف عواقب كارثية ليس فقط على أطفال غزة بل وعلى سكان المنطقة والعالم، تفشي شلل الأطفال في القطاع هو تذكير صارخ بمدى سرعة ظهور الأمراض المعدية في المناطق التي تتعرض فيها الأنظمة الصحية للخطر. هذه كانت الجولة سارة اليوم. يعطيك ألف عافية، تعبت في السوشيال ميديا اليوم، بس خلينا نبدأ بالتعليق من الموضوع الأول. ما فهم، عم تتنمري على حالك عشان أنت عودة عندك للمدارس. عودة للمدارس الآن، يعني ما حبيت هيك كثير فكر بالموضوع، واضح أنه ما بتفكري يعني، لأنه في بالفعل ضغط نفسي في يعني بعد في يومين. عالجتوا مشكلة النوم ولا بعد؟ عم بحاول بس كل يوم في شيء، خلص بكره 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 يعني ما عم تزبط. الاحد اول يوم راح يكون في مدارس عند الاولاد. جبتوا اللانش بوكس؟ لا بكره، دائما لاخر لحظه. انت باخر لحظه، انت جمعت لاخر لحظه. في شويه هيك تفاصيل بتضل لاخر. اولادك من اللي عندهم طلبات خارقه، بدنا اشياء فيها جلتر او بدنا شيء معين؟ لا اللي موجود بيقبلوا فيه. لانه انا ما بسمع للطلبات هيدا، يعني لانه هن، ما بدي اقول لك لانه هن ولا لانه الخيزران. لا طلباتهم الحمد لله معقوله، مش خارقه ابدا، بس انه في خلص انا عندي قوانين بيمشوا عليها. بس بالنهايه يعني العوده للمدارس بالفعل بتنظم حياتهم، يعني حلوه الصيفيه وهيك، ما في تفكري بضغوطات المدرسه على الطالب وعلى الاهل كمان، ولكن النظام ما بيجي الا وقت المدرسه، نظام النوم، نظام الاكل، كله هي بيرتبط مع بعض. شخصية عهد كأم فجأة سيطرت على الموقف، شفت فيلم الناظر؟ فش خلق، أنت بس قولي لي شيء. شفت فيلم الناظر؟ وقال له أنا زي بابا في شدة شديد، في القوة قوي قوي قوي.
صحيح. شخصية الأم أبدا يعني. يعطيك ألف عافية، بداية عام دراسي موفق، بنتمناه بالتأكيد لكل الطلاب اللي هاي ينتسبوا إلى الدراسة، وكانت مفاجأة حلوة يعني، مش إنه هذا العام يتزامن مع الأحداث التي في غزة واللي طالب خلالها أطفال غزة بحقهم في التعليم. يعني في أطفال بيحتفلوا صح، بس في أطفال يحرموا صح من حقهم في التعليم، يحرموا من حقهم في الحياة أصلا. السماح الآن بشأن الأطفال، حبيت آخر تعليق، واللي أصاب مكان الهدف. يعني أنت بتعطي فرصة لتطعيم الأطفال من شلل الأطفال، وبعدها ترجع تقصفهم. كيف؟ ليه؟ هل الإنسانية المفاجئة؟ ولكن واضح لأنه شلل الأطفال بالتأكيد إذا انتشر في غزة لا سمح الله حينتشر في الأماكن المجاورة. صح. وما هي الأماكن المجاورة؟ فهي من باب الخوف على النفس، حتى إذا تم السماح بهذه المراكز المحددة مش هدنة يعني. هي مراكز محددة فقط سيتم السماح بالتطعيم من خلالها. الوضع في غزة فعلا كارثي، وفرصة للتفكير بأهمية التعليم لهؤلاء الأطفال، واللي بالتأكيد بالمحصلة حينحرموا منه. وأعداد المستشفيات والمدارس التي قصفت في غزة، ما بعرف إذا قريبا حيكون في فرصة للتعليم حتى وإن وقفت الحرب. صحيح، يعني للأسف أطفال غزة من العام الماضي حرموا من التعليم. نتمنى أنه تخلص يعني هالمرحلة المش على أنهم أولا كرمال الأطفال، خلينا نقول، لأنه بالفعل فقدوا من الكثير من الأشياء. على العموم سنتحول الآن إلى عناوين ومخترات من بعض الصحف العربية في مانشيت. افتتحت دورة الألعاب البارأولمبية في مدينة إدلب، حيث شارك أكثر من 250 لاعب في الدورة جميعهم من ذوي الإعاقة، للفت النظر لهذه الشريحة التي تضررت جراء الحروب. المزيد في التقرير التالي. بعد الألعاب الأولمبية الموجودة بباريس حتنطلق أيضا دورة الألعاب البارأولمبية. نحن اليوم بدورة الألعاب البارالمبية الخاصة بذوي الإعاقة، حبينا نعمل هاي البطولة قبل انطلاق بطولة فرنسا. البطولة تتضمن 14 لعبة طبعا من مناطق مختلفة. الألعاب تتضمن 5 ألعاب قوى، وفي عنا سباحة، شطرنج، وبينبون، وسباق الدراجات، وفي عنا كمان كرة الجرس الخاصة بالمكفوفين. طبعا هدف البطولة الرئيسي هو تسليط الضوء على المشاركين الموجودين. نحن في عنا مشاركين من خلال التدريبات شفناهم ان عندهم امكانيات كثير كبيرة، في كمان معنا مشاركين هني ابطال شاركوا بمسابقات محليه وعالميه. وهدف البطوله كمان الثاني انه احنا نشكل اتحاد خاص بذوي الاعاقه. طبعا بعد ما دعينا من منظمه منافسه لنشارك بالالعاب البارالمبيه، لبينا الدعاء وجينا الحمد لله. كان لقاء كثير حلو، كان اجواء كثير حلوه، عشنا شيء اجواء يعني رائعه. حسينا حالنا مو يعني ما عندنا اعاقه، حسينا حالنا شيء اصحاب الهمم، واحنا اصحاب الهمم ان شاء الله. أجواء كانت كثير حلوة. رحنا طبعا رح نشارك بخمس ألعاب كنادي الرواد الرياضي. شكلنا فريق بعفرين هو مؤلف من المصابين، كلياتنا بتر، كلياتنا مصابين حرب. الحمد لله هي الإصابة مو هي بالجسم، هي الإصابة بالعقل. وتابعنا مسير، صرنا مشكلين الفريق تقريبا شيء 4 سنوات ونجحنا بكل الأنشطة الحمد لله. الهمة عالية ومستعدين
نطلع لبرا ونلعب مع فريق آخر مثلنا كمان. نحن حبينا نشارك فيها لحتى نظهر للعالم إنه نحن صحيح عايشين في الشمال السوري المحرر، لكن إن شاء الله قادرين إنه شو اسمه نتطور ونحدث ونهاي لنوصل إن شاء الله للنصر بإذن الله. صرنا هون 4 أسابيع عم نتعلم بمنظمة بنفسج، وأنا بشكرهم كتير كتير، وهلأ أنا بكل فخر مشاركة بلعبة البونبون، وإن شاء الله منكون نرفع رأس الفريق البنفسج كله والعالم كله، من قلهم إنه نحن لو صحيح إنه كفيفين بس إن شاء الله منحسن نصنع المستحيل. يعني مثل ما قالت دائما عن جد ما في شيء مستحيل، وهذه الفئة لازم دائما تشعر هيك بالحياة بالأمل إنه في نشاطات وفي أمور طبعا قادر أن تعملها وتساعدها أنها تنخرط بالمجتمع. بالفعل هي مبادرة رائعة. دعينا الآن نذهب إلى فاصل، نعود بعده مع فقرتنا الرياضية. مشاهدينا ابقوا معنا. عدنا مشاهدينا في صباح النور، والآن إلى تمارين لتجنب الإصابات مع المدرب الرياضي حسين حدرج. صباح الخير حسين. صباح الخير يا عهد. شو الأخبار؟ الحمد لله. أنت كيف؟ يعني عادة في ناس بتخاف تعمل التمارين عشان أنه ممكن تتعرض للإصابة خلال صحيح. التمرين اليوم هذه التمارين رح تكون لتجنب الإصابات. هلأ كلنا بنعرف أنه تجنب الإصابات سهل ومش سهل بنفس الوقت. سهل إذا قررت تسويه، وما أنه سهل إذا تغاضيت عنه. هلأ اليوم نحن تمارين رح تكون شوي مختلفة، يعني اليوم مثل كأنه عم بحمي حالي قبل التمرين بتمارين معين لحتى أكون ما عم وصل حالي لمحل أنه يصير عندي أي إصابة أثناء التمرين. يعني هي مثل كأنه عم نحمي قبل التمرين. صحيح. هلأ كمان في عندك عدة عوامل بتسبب لك الإصابة، مش بس التحمية قبل التمرين. في عندك التكنيك أثناء التمرين، يعني أنت وعم تعمل التمرين إذا عم تعمل أي تمرين بشكل غلط بدون ما تكون في حدا عم بيشوفك، إذا كنت مبتدئة بشكل خاص إذا عملت التكنيك بشكل غلط معقول تكوني بشي وتصيري بشي وتعمل إصابة. يمكن في كثير عالم بيصير عندهم ديسك أو بتسبب لهم ألم بالظهر بس نتيجة أنه التكنيك تبعهم أو كيفية اتقان التمرين خلال التمرين تختلف أو الإصابة بالكتف أو بالرجل. وفي كثير عالم عندك بيكون عندهم إصابة أوريدي بس بتكون مينيمال يعني خفيفة، مع التمرين أو رفع الأثقال بتصير تبلور أكثر وتكبر أكثر. على كل حال رح أتركك مع المشاهدين والتمرين تعطيهم هيك أكثر أنت التفاصيل. شكرا لك. شكرا لك عهد. صباح الخير مشاهدينا. لكن اليوم رح يكون تمريننا تقريبا فينا نقول عنه تحمية أو تمارين موبيليتي اللي هي للمفاصل لتجنب الإصابات أثناء التمرين. طبعا كلنا مثل ما حكينا بالبداية أنه تجنب الإصابة أثناء التمرين فيها عدة عوامل. أول عامل يلي هو أنه بده يكون منتبه جدا على التقنية أنا عم بتمرن، وثانيا التحمية قبل التمرين واللي هي بشكل خاص جدا مهمة، لأنه إذا ما كنت محمي العضلة أو المفصل أو الدم بشكل صح قبل التمرين معقول هيدا يولد لي إصابة لبعدين. وحتى لو كنت عم بحمل أوزان خفيفة إذا عند العضلة أو المفصل أو دمي مش حامي هيدا معقول يسبب لي إصابة. هلأ اليوم التمارين رح نعملها رح تكون متعددة، رح نسوي تمارين بوزن الجسم ورح كمان نتساعد بالإلاستيك باند اللي هو الحبل المطاطي وكمان بشوية أوزان. أول تمرين رح نعمله هو بشكل خاص للعمود الفقري يلي هو كات أند كاو، تمرين بوزن الجسم جدا سهل وجدا فعال لحتى يكون عم يحمينا وقاية من أي إصابة أثناء التمرين. سو بهذا التمرين رح يكون حاطط الإيد والكتف تحت بعض بهذا الشكل، الركبة والورك بهذه الطريقة، من هيدا النقطة رح يكون عم بنزل برقبتي وعلي ظهري بهذا الشكل مثل ما شايفين مثل كأنه عم بعمل استرتش أو إطالة لعضلات الظهر، برجع بنفس الوقت بعمل كونتراكشن يلي هو بشد لعمود الفقري أو العضلات يلي بتحاوط العمود الفقري. مثل ما شايفين كمان رقبتي عم عليها بنفس الوقت لأنه الرقبة كمان هي جزء من العمود الفقري. سو بنزل برقبتي لتحت وبعلي ظهري، باخد نفس وبعمل بالاتجاه المعاكس وبفضي نفس وبجرب أعمل التمرين على مهلي لحتى أكون عم بتقن التمرين بشكل صح وعم بعمله بطريقة مضبوطة. باخد نفس أنا ونازل
وبفضي نفس انا وطالع. طبعا التسخين او التحميه قبل التمرين كمان بده يكون عم خصص لهم عدد تكرارات معين وعدد جولات معينه، يعني فيها تروح الجولات بين 2 أو 3 جولات يعني مرتين او 3 مرات، او عدد التكرارات اثناء التمرين في يكون 10 ل 15 تكرار على حسب ما انتم بحاجه لحتى تكونوا عم بتحموا هول العضلات او المفاصل بشكل خاص. هيدا بالنسبة لأول تمرين. تاني تمرين رح يكون نفس الوضعية، كمان الإيد تحت الكتف، الركبة تحت الورك. من هيدا النقطة رح يكون عم بعمل بيرد دوغ اللي هي اليد بعكس الإجر التاني، سو بدي أعلي إيدي وإجري بهيدا الشكل، برجع بنزل وببدل بهيدا الطريقة. بهيدا التمرين أنا بكون كمان عم حمي عضلات المعدة، عضلات الكور وعضلات الظهر، وكمان بنفس الوقت عضلات الورك. سو الإيد اليمين والإجر الشمال بالاتجاه المعاكس بعليهن، برجع بنزل بجرب اعمل هول التمارين على مهله كرمال كون عم صيب التكنيك مزبوط وكون عم حمي بشكل صح. هلا في كثير ناس بهذا التمرين بيعانوا من مشكله الكوردينيشن، كوردينيشن يلي هي التكنيك بين الايد والاجر، او انه نكون عم ركز على الايد والاجر بنفس الوقت. سو طبعا في نكون عم بعمل الايد والاجر نفسهم ذاتهم 10 تكرارات، ومن بعد ما خلص الايد نفس الايد ونفس الاجر بكون عم بدل ثاني ميله بهيدا الشكل. بجرب علي ايدي قد ما فيه واجري بدها تكون ستريت مثل ما شايفين، بدي اتجنب ضل طاعج الركبه، بدي مد ركبتي على الاخير بهيدا الشكل. هيدا بالنسبه للجزء العلوي يلي هو بين الكور والظهر وعضلات الورك. ثالث تمرين رح نعمله رح كون عم بلجا للالاستيك باند. الالاستيك باند طبعا كلنا بنعرف الالاستيك باند فيها تكون خفيفه معتدله وقاسيه. هلا بالتسخين او التحميه على طول خلينا ننقي الاستيك خفيفه كرمال ما كثير كون عم شد اثناء التمرين وتروح طاقتي على التحميه، وبنفس الوقت انا بس بدي اكون عم حمي هيدي العضله بشكل خفيف لحتى تاهلني فوت على التمرين. سو لنقول نحن اليوم عندنا تمارين للجزء العلوي، عندي بايسبس او كتف، بكل بساطه فيني اكون عم حط الالاستيك بهذا الشكل واعمل التمرين بحد ذاته يلي انا عندي اياه اليوم. يعني لنقول انا عندي بايسبس كيرل، فيني بشكل خفيف اختار الاستيك باند خفيفه وبعمل 10 تكرارات لجولتين لعضله البايسبس. بهذا الشكل انا بكون عم مرن العضله وبنفس الوقت عم بحمي حالي كرمال اذا انا بحال بدي زيد اوزان بهذا التمرين انا اكون مؤهل ومجهز هذا العضله لحتى تكون جاهزه للتمرين. وطبعا اذا بدي اكون عم اتجه للكتف بكل بساطه كمان فيني اعمل 10 تكرارات للكتف الامامي بهذا الشكل، بنزل على الاخر وبطلع على مستوى الكتف بهذا الشكل. مثل ما قلنا الالاستيك خفيفه بكل بساطه بس بطلع وبنزل بهذا الشكل. طبعا كمان بدي اخبركم شغله انه كمان التسخين او التحميه مش على طول بيتطلب انه مجهود كثير عالي يكون، إذا أوقات المشي قبل التمرين لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق كمان هيدي جدا مهمة كرمال تكون عم تحمي الدم وكمان عم نحمي القلب إنه هو يضخ دم بشكل صح على جميع عضلات الجسم يلي هي بتأهلني لحتى بلش اتمرن التمرين اللي عندي. هيدي بالنسبة لرابع تمرين. خامس تمرين رح نعمله رح كون على الأرض. هلأ بهيدا التمرين أنا اخترت وزن خفيف، طبعا مثل ما قلنا بالتحمية او الورم اب اللي بدنا نسويه على طول الاوزان تكون خفيف شوي كرمال يكون عم بعمل التمرين بشكل سلس اكثر وبشكل سهل. سو رح احط كوعي على الركبه بهذا الشكل، رح انزل بايدي لتحت واطلع بايدي لفوق. هذا التمرين لعضلات الروتيتر كاف يلي هن اللي موجودين على الرفش مثل ما شفنا. وزن خفيف اول شيء، ثاني شيء بدي احط كوعي على الركبه وبعلي ايدي لفوق، بنزل على الاخر وبطلع على الاخر بهيدا الشكل. بعمل 10 تكرارات كمان جولتين، بنزل على الاخير باخذ نفس وبلف ايدي لفوق على الاخر، بخلي المعصم او الرست تبعي جالس، يعني ما بدي اسوي هيك ولا لورا، بخليه ستريت، بنزل على الاخير وبطلع على الاخير. كذلك الامر للايد الثانيه مثل ما شايفين عادي على الركبه، بنزل لتحت وبطلع لفوق بهيدا الشكل، باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق. هون ركزنا اكثر شيء اليوم على الابر، هلا رح نعطي تمرينين سريعين للجزء السفلي، تمارين جدا سهله وجدا فعاله لحتى اكون عم بعملهم قبل اي تمرين عندي فيه للجزء السفلي. طبعا اول تمرين رح كون عم بستهدف فيها المفاصل تبع الورك، رح كون عم حط الركبه
حد الاجر بهذا الشكل بده يكون تقريبا قراب على بعض كرمال اقدر صيب عضلات او المفاصل تبع الورك بشكل صح. حط ايدي ورا بهيدي الطريقه وبصير لف ايدي ركبي من ميله لميله بهيدا الشكل. جرب وصل ركبي الاثنين على الارض لحتى اعمل فول كونتراكشن او فول رينج اوف موشن. بنزل على الاخير وبرجع بلف على ثاني ميله. سو كل يمين ويسار تعتبر تكرار واحد لحتى يصيروا 10 تكرارات وفيني اعمل بين جولتين او 3 جولات بشكل خاص. هيدي رابع تمرين. خامس تمرين رح نعمله رح نسوي تمرين هيب تراست. هذا التمرين كمان جدا فعال للجزء السفلي. بكل بساطه رح احط اجري بهذا الشكل ومن هيدي النقطه رح اكون عم علي خصري لفوق بهيدي الطريقه. بهذا الشكل انا بكون عم حمي الجزء السفلي من اجري. بنزل على الاخير وبطلع على الاخير بهذا الشكل. باخذ نفس تحت بشد المعده وبطلع لفوق بفضي نفس. الاجرين ما بدهم يكونوا كثير بعاد ولا كثير قراب. بدي احطهم بشكل انه يكونوا مرتاحين وبنفس الوقت يكونوا عم بشغلوا العضلات بشكل صح. بطلع على الاخر وبنزل على الاخر بهيدا الشكل. هلا رح نرجع نعيد التمارين يلي سويناها من البدايه بشكل سريع. سو اول تمرين عملناه هو تمرين على الارض كرمال نحمي العضلات او المفاصل للظهر. الكات اند كاو، حط الايد تحت الورك، الركبه تحت الفخذ، بطلع بهيدا الشكل وبنزل لتحت بهيدي الطريقه. باخذ نفس انا ونازل وبفضي نفس انا وطالع. مثل ما شايفين رقبتي عم تتحرك لانه مثل ما قلنا هي كمان جزء من العمود الفقري، كمان لازم نكون عم نحميها. هيدي بالنسبه لاول تمرين. ثاني تمرين عملناه هي الايد بعكس الاجر، بعلي ايدي لفوق واجري بنفس الوقت، برجع بنزل وببدل بهيدي الطريقه. مثل ما قلنا اذا حسيتوا حالكم ما عندكم كثير الكوردينيشن او تقدروا تتحكموا بايدكم واجركم فيكم تعملوا نفس الايد ونفس الاجر بهيدا الشكل 10 تكرارات ومن بعدها برجع ببدل الاجر والايد بنفس التكنيك بهيدا الشكل. ثالث تمرين عملناه لجئنا الالاستيك باند. مثل ما قلنا بنختار الاستيك باند تكون خفيفه، ما بدي كثير احط مجهود بتمرين الاحماء حتى اترك المجهود لحتى افضيه بالتمارين الحديد يلي انا عم جهز حالي كرمال اتمرن فيها. سو مثل ما قلنا اذا عندنا تمرين للبايسبس بكل بساطه بحط اجري الاستيك تحت اجري بهذه الطريقه وبعمل 10 تكرارات فيها تكون بين جولتين او ثلاثه مثل ما حكينا بالبدايه. ثاني تمرين للكتف الامامي بهذا الشكل، بطلع على الاخر وبنزل بهيدي الطريقة. رابع تمرين عملناه هو على الأرض، استخدمنا فيه وزن خفيف كرمال كون عم بعمل التمرين بشكل صح. بقعد بهيدي الطريقة، حط الإجر تحت الكاحل، الكوع بدي يكون على الركبة، بنزل على الأخير وبطلع على الأخير بهيدي الشكل. هون بكون استهدفت عضلات أو مفاصل روتيتر كاف اللي هو الرفش. رابع تمرين عملناه خامس تمرين عملناه هو الروتيشن للعضلات مفاصل الورك. كمان تمرين جدا مهم اذا بدي يكون عندي اجرين. هذا التمرين جدا مهم كرمال يكون عم حمي مفاصل الورك وعضلات اللي بتحاوط الورك. بحط الركبه حد الانكل وبصير لف يمين ويسار بهذا الشكل. اخر تمرين سويناه هو تمرين لعضلات الجلوتس او الجزء السفلي من الجسم. بكل بساطه بنام على ظهري، بخلي اجري مش كثير بعاد ولا كثير قراب وبعلي خصري لفوق بهيدي الطريقه. بنزل على مهل وبطلع على الاخير باخذ نفس وبفضي نفس. وهيك بكون جربت قد ما في يكون عم طال جميع عضلات الجسم او المفاصل كرمال اتجنب اي اصابه خلال التمرين او قبل التمرين. اكيد انها تمارين هذه مهمه مثل ما قلت قبل التمرين او بعد التمرين. صحيح. ايضا وهذه ممكن انها تكون مثلا انه يوميا حتى لو الشخص مش راح يعمل تمارين رياضيه. هلا طبعا هذه بتحرق بس مش بتحرق قد ما يكون عم نحرق بالتمرين. على كل حال شكرا لك، يعطيك العافيه حسين حدرج المدرب الرياضي. الان مشاهدينا ننتقل للزميله ساره مع دكتوره ريم الطويل في فقرتنا الطبيه. اليك ساره. شكرا عهد وشكرا حسين. مشاهدينا وصلنا الى فقرتنا الطبيه لليوم، وبعد التعرض تعرض البشره لعوامل الصيف القاسيه خلال الصيف
يصبح ضمان الحفاظ على صحتها ونضارتها في الأشهر اللاحقة ضرورة ملحة. فما هي أبرز الإرشادات لبشرة نضرة بعد فصل الصيف؟ الإجابة تعطينا مع الاختصاصية في الجلدية والتجميل دكتور ريم الطويل. صباح النور دكتور. أهلا وسهلا. صباح النور. بنعرف فقرة معك يعني في كثير معلومات. خلينا نبدأ، دائما نربط بين فصل الصيف والبشرة التعبانة، شو اللي فصل الصيف بيأثر على البشرة وبيؤدي إلى تضررها؟ تمام. هلأ أهم شيء بفصل الصيف هو الشمس، يعني صح. إنه نحن بدنا نتعرض كثير للشمس، الشمس كثير بتكون قوية، كمان في حرارة عالية، في جفاف ممكن نتعرض له بسبب الجو، حرارة الجو، بسبب كمان طريقة الحياة اللي بتكون بالصيف، السباحة، سويمينج بولز، كثير قصص بتسبب كمان زيادة بجفاف الجلد، وهذا الشيء بده يعمل لنا كثير مشاكل إذا ما اعتنينا وكان في وقاية واهتمينا بالموضوع. إذا حكيتي عن التصبغات والجفاف، خلينا نحكي عن كل واحد منهم لحاله. تمام. هلا الشمس أول شيء لما نتعرض بشكل مباشر بفترة طويلة، خاصة في عنا فترة الذروة اللي بين الساعة بعد الساعة 10 للأربعة بعد الظهر، هذا بده يسبب لنا أول شيء حروق، احمرار بالجلد وحروق وممكن مشاكل حبوب وأذية، بده يعملنا تصبغات، الجلد بده يبقع، نشوف بقع تصبغ مختلفة اللون، بنلاقي البشرة ما أنا بلون واحد، ممكن يحفز كثير أمراض والتهابات جلدية، إكزيما حب الشباب، ممكن يعملنا زيد وردية الوجه اللي بتفعل بتحفز الأوعية بتقويها وبصير عنا احمرار. دكتور التصبغات والكلف بنسمع الاثنين هن ذات الشيء أو بيختلفوا؟ لا هلا التصبغات هي اللي بتكون صار ذات تشكيل الميلانين اللي هو الخلايا المسؤولة عن الصباغ بالجلد، لما بنتعرض للشمس أو بنستعمل كريمات بنستعمل مواد غلط يعني مطلع فيها بنتعرض فيها للشمس. في أسباب ثانية كتير بتعملنا هي البقع البنية يلي من يعني مفرقة، وممكن يكون إلى أسباب كتيرة، ممكن يكون بعد حب الشباب يترك لنا تصبغ، ممكن أي مرض جلدي بعد ما يروح يترك تصبغ، ممكن الاحتكاك، حتى لما بنعمل بالواكس، كل هدول القصص ممكن تسبب لنا تصبغات. الكلف شيء ثاني، هو عبارة عن شيء مرتبط أكثر بالهرمونات، هو هذا اللي بنشوفه مثلا بعد الحمل والولادة، يعمل مثل القناع، بيعبي مساحة أكبر للوش، لمنطقة الأنف، للجبهة، له علاقة بالحمل، بموانع الحمل، بأمراض غدة مثلا، ممكن يكون سبب وراثي كمان وجيني، وبيساعد عليه بيزيده كمان التعرض للشمس وعدم الاهتمام واستخدام واقيات الشمس. هو نوع من التصبغ ولكن مختلف في مسبباته. أنا حبتدي حديث عن التصبغات ربما لأنها المشكلة الأكثر اللي بيعانوا منها، خاصة السمر. تمام. لأن البشرة السمراء بتتصبغ بسرعة أكبر أكيد. من البشرة الفاتحة. هنا ما هي العلاجات المقترحة؟ لأنه بنعرف أنه خاصة في البشرات السمراء إذا تمت معالجة التصبغات بطريقة خاطئة ممكن المشكلة تكبر. تمام. موضوع التصبغ كتير في تحدي وشغلة صعبة، وإلى علاقة بحسب نوع الإصابة، قديش عمق الإصابة، يعني حتى الكلف في له أنواع، في سطحي، في عميق، في مختلط، عرفتي؟ إذا وصل لجوه للأدمة العلاج بيصير أصعب. تمام. نوع البشرة، لون البشرة، درجة الجفاف، أي كل هالقصص إلى يعني دور. هلأ تختلف العلاجات بحسب الحالة، ابتداء من الكريمات، يعني في كريمات بتفتح بتأشر بتعاكس تأثير الميلانين، يعني بتمنع تشكيل الخلايا الميلانية فبتخلينا نفتح. في مثلا في نستخدم هلأ اللي نازل الترانكزاميك أسيد، هو نوع لقوا إنه له فعالية بتخفيف التصبغات، الفيتامين سي، طيب. ريتينول. يعني خلينا نقسمهم لا نحكي عنهم بطريقة مريحة، يعني خلينا نقسمهم مثلا لثلاثة، التقشير، المعالجة، والوقاية والمحافظة. تمام. خلينا نبلش بالتقشير. ما هي أفضل الخيارات المتوفرة للتقشير؟ تمام. ما في خيارات أفضل، هي نحن أنه حسب الحالة، الحالات الخفيفة بنبدأ بالكريمات يلي بدها تساعدنا وطريقة لطيفة. طبعا أهم شيء أنه ما يعني نلحق الترند ونلحق على الانترنت، صح. لأنه أهم شيء أنه ما نشتغل بطريقة مبالغ فيها، نتعامل بطريقة صح ويتطبق الكريم بالوقت الصح، ودائما في وقاية بواقي الشمسي، لأنه إذا استعملنا تقشير وما في حماية من الشمس
بدنا ناخذ نتيجه عكسيه صح. احيانا اذا في الكريمات تمام. شو كمان؟ اثنين بدنا نحول ممكن نتوجه للتقشير الكيميائي بنستخدم عده انواع من المواد اللي بتعملنا تقشير اعمق احماض فواكه مثل احماض حمض الخل يعني بشكل عام عده انواع لتعملنا تقشير كيميائي ممكن نتجه للاجهزه انواع من الليزر طبعا من ضمن هدول القصص كمان فينا نستعمل انواع من العلاجات اللي هي فيها بلازما فيها المايكرو نيدلينج الديرمابين اللي شوي بتساعد انه تفتح او نلجا للاجهزه وكمان بدها تكون بطريقه كثير مدروسه لحتى ما ناخذ مفعول عكسي طيب حسب الحاله ممتاز والعلاجات يعني ذكرتي فيتامين سي شو المواد كمان اللي ممكن تساعد في معالجه او الحد من انتشار الميلانين وبالتالي التصبغ تمام هلا اول شيء الوقايه انه نحن بكل الاحوال بدنا نستعمل واقي الشمس وبطريقه صح انه نطبقه كل ساعتين اذا تعرضنا للشمس بنفس الوقت بشكل متواصل يعني ما بصير يوم نطبق ونقعد ما نستخدمه شيء ثاني انه بعد هالوقايه الكريمات فينا نستعمل الفيتامين سي هو بيعطي اول شيء بيقوي الجلد يعني هو مضاد اكسده فبيمنع انه تاثير الشمس القوي عليه بخفف لنا شوي التصبغات اذا شاركنا مثلا مع الترانزاميك اسيد هو كمان ماده بتعطينا بتقاوم في طريقه بيمنعوا تشكيل الخلايا او بتقاوم الخليه الميلانيه انه تنتشر اكثر فينا نستخدم الريتينول اللي هو كمان انتي ايجينج ومشتق من فيتامين اي كمان له دور لانه بيعمل تقشير للطبقه مثل كمان احماض الفواكه بعيارات قليله بتأشر الطبقة السطحية وبتساعدنا أنه كمان نخفف التصبغات الموجودة ممتاز ودائماً بيكون بطريقة يعني طبية ومدروسة لحتى ما ناخد تأثير عكسي ما زال عم نحكي طبية ونحكي طبية ومدروسة دائماً بنستعجل في النتائج والتصبغات معقول تاخد وقت لعلاجها طبعاً. شو الوقت اللي لازم نحطه براسنا تقريباً بالتأكيد كل حالة الحالة بتختلف عمق الحالة نوع الحالة طبعاً. نوع البشرة كل العوامل اللي تفضلتي فيها بس شو الوقت تقريبا اللي مفروض ننطره لنشوف نتائج مزبوط هلا دائما بيجونا هي مشكله كبيره انه بتكون مشكله تصبغ الى سنين بتطلب انه لازم تتعالج بجلسه واحده وهذا الشيء ما بيصير يعني ما فينا نعمل شيء كثير اجريسيف بدنا نبدا بالتدريج ونشوف شو احسن طريقه لها ونبدا بالحالات المناسبه مثلا عملنا اول جلسه يعني دائما بنقول لهم بدنا 3 جلسات باي شيء يعني فرق 3 اشهر تقريبا إن كان تأشير كيميائي إن كان علاجات بالأجهزة دائماً عدة جلسات وبدهم دائماً يتبعوا التعليمات يعني ما فينا نحن نعمل جلسة ونطلع نتعرض للشمس صح. أو نستخدم بطريقة عشوائية الأدوية فهذا كمان بيعطينا نتيجة عكسية طيب هيدي المشكلة الأولى واللي هي التصبغ نجي للمشكلة الثانية اللي كمان كتير كبيرة اللي هي مشكلة الجفاف فصل الصيف بنحس أنه إحنا أكيد مع العرق مع رطوبة مع غيره بنحس أنه إحنا مش بحاجة أنه نرطب بشرتنا واللي هو شيء خطأ لأنه الترطيب غير المي غير الزيت بعد فصل الصيف نتفاجأ أنه بشرتنا تغيرت صارت جافة صار بدأت تتأشر بلشت تبين فيها مشاكل الجفاف، كيف فينا نعالج هالمشكلة؟ هلا سبب الجفاف أول شيء الحرارة القوية، بدنا نتجنب نبعد عن كل شيء بخار، عن حرارة، عن الساونا، هدول القصص اللي بتعمل كمان تعب أكثر للبشرة. اثنين نستعمل كريمات ترطيب حتى لو استخدمنا ريتينول بالليل لازم وراه كريم مرطب، فيتامين سي وراه ترطيب، كريمات ترطيب، طبعاً هذا كمان بيختلف حسب البشرة، في بشرات دهنية، في بشرات جافة بالأصل. غير هيك نهتم نحن كمان بصحتنا يعني شرب المي كتير مفيد لحتى يعطينا ترطيب الأكل الصحي اللي فيه أنواع خضار اللي بتحافظ على السوائل يعني ما بتخلينا نضيع كتير سوائل بجسمنا خصوصا بالتعرق بلعب بالسبور بالرياضة والحركة غير هيك بدنا ممكن بقى بالعيادات نحن نبدأ بعلاجات إذا كان بعد فصل الصيف والبشرة تعبانة وفيها إرهاق نبدا مثلا ممكن اقل شيء هي البلازما ممكن ميزوثيرابي اللي فيه فيتامينز نعملهم مع الديرمابين هي اقل شغله فعده جلسات بتحافظ وبتعطينا كمان قوه وترطيب للبشره مؤخرا دكتور اصبح يعني كان في فتره العالم اتجهت الى حقن الفيلر بطرق مبالغ فيها يمكن شوي الان هالتوجه عم يختلف تمام عم ترجع كل الملامح لطبيعتها اكثر حتى اللي عاملين عم بيسحبوا عم بيدوبوا عم بيتجهوا للوك خلينا نقول طبيعي طبيعي تمام هل حقن النضاره اللي عم تخبرينا عنه هل بيعطي
حجم؟ لأنه دائما يكون هناك هذا السؤال. تمام. هلا هو التوجه انه دائما الجلد تكون سليمه، صح. شكل الجلد مرتاح ونضر وعاطي لون حلو، هو اللي بده يعطي الجمال وما يكون في مشاكل. الحقن هدول الابر فينا، في ابر بتعطي ترطيب وبدون حجم، حتى الهايرونيك اسيد ممكن يعطي حجم بسيط حسب طريقه الحقن، بس هذا بيروح ما بيطول. بس نحن بتكرار الجلسات عم نعطي دعم للبشره، والحقن لوحده ما بكفي، نحن عم نتجه لحتى نقوي الجلد ونقوي البشره، حتى للاجهزه اللي بتحفز تشكيل الكولاجين، لانه كمان التعرض بالشمس فتره طويله عم يضيع لنا الكولاجين، عم يعملنا تجاعيد، عم يعملنا ترهل بالجلد. فكمان تحسينه بيعتمد على هدول القصص، ان كان اجهزه او كان حقن مواد تعطي فيها فيتامينات تقوي وترطب البشره. نعم. طيب دكتور، احنا دائما يعني في عنا عيب انه بننطر الموسم ليخلص لنعالج مشاكله. اليوم احنا عم نحكي على معالجه اثار الصيف. تمام. الافضل الوقايه مثل ما حضرتك تفضلتي، انه دائما نجهز حالنا للموسم الجاي. كل موسم له تحدياته مع بشرتنا وله طرق معينه لنحافظ عليها. الان نحن مقبلون على فصل الخريف. شو التحديات اللي بتواجه البشره بهالموسم، وكيف فينا نحضر بشرتنا بطريقه امثل له؟ هلا بدنا نرجع انه نستقر، نعتني بالبشره اكثر، نهتم بالترطيب، نهتم بواقيات الشمس، نهتم بتغذيتنا ونومنا، كله بياثر. غير هيك ممكن نعمل جلسات علاجيه. ممكن نعمل علاجات مثل ما قلنا للمواد يلي هي فعلا بتقوي الجلد وبتعوض هذا التعب اللي مرق علينا، لنخلي نرجع شوي ببشرتنا لقبل ما كنا قبل الصيف. يعني قديه صرنا كولاجين، نشتغل على قصص تحفز لنا هالكولاجين بطريقه طبعا ما تكون مبالغ فيها. نعمل مثل بروتوكول نمشي عليه، ممكن نعمل مثلا جلسين ثلاثه من علاجات يلي بتحفز كولاجين، بتقوي الخلايا الجذعيه، بتعطينا نضاره، بتعطينا ترطيب، مع استخدام الكريمات يلي بتناسب كل بشره، يلي هي ترطيب مثل ما قلنا، ممكن ريتينول ليساعدنا، فيتامين سي، وكله بيكون يعني انا برايي لازم يكون تحت اشراف مدروس مع الاشراف. والمشكله الان دكتور انه اصبح الخبير هم في بعض الاحيان مراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. بيعطوا نصائح، واحيانا بيقوموا يعني النصح باشياء قد تصل انها خطيره على البشره ونتائجها مدمره. ولا تراعي كل الحالات. فبالتاكيد متابعه خاصه البشره، لانه موضوع دقيق لنا خاصه نحن النساء بنحب انه نهتم فيها. مع المختص بيعطي افضل نتائج. الشيء اللي بيفيد اي شخص ما بيفيد الشخص الثاني، وحتى ما بنعرف اذا في خلطات ما بنقدر نعرف شو في بقلبه. صح. ممكن شيء مضر، وعم نوصل لمشاكل كثير قويه صعب تتراجع. فالأحسن أنه من الأول الوقاية منها واللجوء إلى المختص بطريقة رائعة أو مدروسة. صحيح. حتى نوصل لأحسن نتائج. شكرا جزيلا لحضورك معنا، اختصاصية الجلدية والتجميل دكتور ريما الطويل. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الفاصل، ثم نعود مع أخبارنا المنوعة لليوم، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، واهلا وسهلا بكل من انضم الى حلقتنا. وصباح النور يا عهد. صباح الخير ساره. جبت لك اجابه على سؤال. شو السؤال؟ أول حيرنا جميعا. اوكي. ليه ما بننام بالليل؟ ليه ما بننام؟ ايه يعني عندك الاجوبه؟ نامي بعتقد. وخبريني. يلا. اذا مش بس انت، انتم ايضا مشاهدون، هل تظلون مستيقظين ليلا وانتم لا تفعلون اي شيء غير التفكير في انفسكم والارتياح من أحداث النهار، بل وفي بعض الأحيان رسم سيناريوهات متخيلة تحققون خلالها أحلام؟ أنتم لستم وحيدين، بل إنها ظاهرة نفسية تسمى بالمماطلة في وقت النوم الانتقامي، أو Revenge Sleeping Procrastination. وقد تم الحديث عنها لأول مرة في دراسة هولندية نشرت عام 2014 في health.com، وكتبت عنه أيضا منظمة سليب فاونديشن، وتقول أنها اضطراب نوم يرفض فيه الأشخاص الذين ليست لهم لديهم سيطرة على حياتهم النهارية النوم مبكرا لاستعادة بعد الشعور بالحرية خلال ساعات الليل المتأخرة. شو يعني في كثير أشخاص يعني كثير بيقلقوا بالليل، خلينا نقول كثير أشخاص في هيك بضلوا يفكروا، بيكونوا خلص بدهم يناموا مش قادرين يناموا،
بعتقد هيدي كثرة التفكير يمكن كمان، إذا الشخص لا بفكر ولا بيتوتر ولا هيك، هذا الشخص اللي بنام هيدا أرق. لا هو اللي بدنا، ما بعرف شو بدنا نعمل معه، بدنا نعمل الشخص معه مقابلة. لازم. كيف بتحط راسك بدنا يعني ما زعلت حدا الصبح بدك تراجع حالك، ما عليك ديون، ما في. هؤلاء الأشخاص بحطوا راسه على المخدة بناموا. أنا منهم بدك تقولي، ولكن أيام أيام يعني مش كل يوم هيك نفس الشيء، في أيام عن جد بدك تنامي وخلص تأخر الوقت يمكن، بس ما عم بيجيكي نوم، بتصير كل الأفكار تجي على بالك، بتصير تخترعي مثل ما قلتي سيناريوهات يعني مش ممكن تصير بحياتك اليومية، ولكن أنت خلص السيناريو موجود عندك. بتعدل في أحلامك. بتعدل الغنم؟ لا ما بتزبط. أبعد المصاري في الأحلام. طيب من الليل رح ياخذك على النهار سارة. وأرق وهيك مشاكل بالنهار ممكن نتعرض لها بالشغل، اسمعي منيح. دراسة أخرى أيضا لكنها ليست عن وقت النوم بل ساعات النهار وتأثير الضوضاء على الموظفين، وقد أجريت دراسة في بنغلاديش وتحديدا مديرية الصحة العامة واستمرت ل16 عاما، تتبعت بيئات العمل في عشرات المصانع التي تعمل تحت معدل موجات 111 ديسيبل، ونتيجة الدراسة أن تأثير الضوضاء كان صادما، فثلاثة من كل 10 أفراد يعملون في بيئات تغلب عليها الضوضاء أصيبوا بعد فترات بارتفاع في الضغط بسبب الخلل الهرموني الذي يصيب الجسم بعد التعرض للضغط النفسي بسبب الضوضاء، وزاد الخطر على من يعانون من السمنة والمدخنين، بالإضافة لذلك زادت لديهم احتمالات الإصابة بأمراض أخرى كالسكري وضعف السمع وأمراض القلب والشرايين، وبالتالي في المرة القادمة التي يطلب منك زملائك الهدوء في مكان العمل فيجب أن تنصاع لهم. يعني ما ضل مرض وضغط وسكري لن ننصاع. لن ننصاع. تعرفي عهد أنه إحنا المقصودين من هذا الخبر. صح. لأنه إحنا أكثر اثنين ممكن ومعنا أمين. مزبوط. نعمل ضوضاء. ما فينا نقعد هيك بأجواء حتى الموظفين يعني. بس أكيد أكثر من 111. أكثر من 111. كم الضوضاء اللي إحنا بنعمله. وإحنا أكثر اثنين بنسمع أنه يا جماعة لو سمحتوا عم نشتغل. يا جماعة لو سمحتوا هدوا. يا جماعة يعني بننطرد أوقات كثير. لن نتراجع. لن نتوقف، سنستمر. بعد هذا شغلنا يعني هي المطلوب منا نعمل هيك ضوضاء الأجواء ضمن يعني العمل. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. ضوضاء. ضوضاء. وسنستمر. وعلى فكرة اليوم اللي ما بنجي فيه على الشغل بيكون المكان جدا هادئ. هادئ بس مش هادئ بطريقة حلوة، هادئ بطريقة يعني خالي من الحياة. بالفعل. نحن نضيف الحياة والأزعاج والضوضاء إلى المكان وسنستمر. وسنذهب الآن إلى المطبخ. هيدي الرسالة هيك موجهة لكل الموظفين اللي بيشتغلوا معنا. لمونة موسى وبالذات لأنه أكثر وحدة بتنزعج منه بسكتنا كل نهار. لن نصمت يا منى، سنستمر إلى المطبخ. خلينا نروح على المطبخ. شيف محمد، شيف أنت بتحب تشتغل هيك يكون رواق ولا عادي يكون حواليك عجقة؟ لا بحب العجقة والضجة وهيك. آه. ضربة الطناجر تكسير الصحون. هنجي نعمل لك أجواء لك. بيبي. يلا أوكي. تفضل. إليك. أوكي خلينا نبدأ بأول طبق معنا أو أول أكل حنحضرها اللي هي الكفتة مع بطاطا، ولكن حنعملها مع زيت الترافل، حندخلها ترافل أويل حتطلع معنا أكلة كتير طيبة. عند اللحم اللي حنستعمله بنستعمل لحم غنم 70% لحم و30% دهن فيها فات. فهيدي هي نوع اللحم اللي نحن بدنا نستعمله، مفروم فرم ناعم، منضيف عليها الملح، ما بدي كتر ملح لأنه عندي الصوص، الصوص حيكون فيه المرق والملح، منحط 7 بهارات ومنضيف عليها الفلفل الأسود، الفلفل الأسود ما منكتر كتير كرمال ما تسود عند اللحمة، عند القرفة منضيفها، كمون، وأهم شيء الفلفل الحار حيعطيني طعمة كتير طيبة معهم. هلأ في عندي البصل، هلأ بشرح لكم على موضوع البصل وموضوع الكفتة ليش أوقات تعمل عنا مي وبيطلع طعمتها متغير. بحط لها البقدونس
وبنخلط المكونات مع بعضها منيح. بهالوقت خليني اشرح عن موضوع الكفته. عندنا الكفته اوقات شو اللي بيصير؟ بيطحنوا الكفته، بيطحنوها بالمكنه، بيطحنوا مع البصل، هذا البصل بيقلب لمي، المي وميه البقدونس بتنخلط مع اللحمه، بقوموا بيصيروا يعملوها بالبيوت كفته جاهزه وبيخلوها بالفرايز بالفريزر. هذا الشيء غلط، لانه ميه البصل وميه البقدونس انخلطت مع اللحم، وكل ما طولت الفتره كل ما عملت عندي طعم مروره بالاكل وخلت اللحمه يصير لونها اغمق وبصير لونها اسود، فهذا الشيء غلط. لازم اذا بدنا نعملها بالمكنه ناكلها بنفس الدقيقه ونحضرها بنفس الدقيقه ونطبخها، اما نحضرها ونتركها لمده اكثر من 3 ساعات بتبلش تتغير لونها عندي من وراء مرق البصل لانه في اسيدتي عاليه، ومن وراء البقدونس، فهذا الشيء غلط. لازم انه تنفرم بضربه وحده، بتقطيعها وحده، واذا فرمناها على السكين او على المكنه لازم نصفيها مظبوط مظبوط من الماء. عندي هون المقلية حميناها على درجة حرارة عالية. هلأ اللي بدنا نعمله، بدنا نقرص الكفتة بحجم البطاطا والطماطم، نعملها بهالشكل ونحطها بالمقلية طابة، نرجع نحطها بهالشكل. فينا نعملها، أنا بحب أعملها بالمقلاي تكون درجة حرارتها عالية لتعطينا مثل طعمة الجريل الشوي، أطيب من أنه أنك تطبخ الكفتة نية وتحط لها الصوص وتدخلها على الفرن، صارت عم تنسلق اللحمة سلق. أنا ما بحب أعطي اللحم بالفرن ني لأنه بتصير كأنه عم تسلقها سلق، فأنا هلأ بخلصها على الجريل على النار وبرجع بكملها الصلصة وبحطها بالفرن. في ما شايفين هلأ في عنا شو اللي بيرافقها؟ بيرافقها اللي هو البطاطا وكمان الطماطم والبصل. مثل ما شايفين عندي التقطيعة، تقطيعة الطماطم وتقطيعة البصل، بنضيف شوي من الزيت، أنا عم بستعمل زيت زيتون، عندي هون المرق اللي هي صلصة طماطم مع أعشاب اللي هي الزعتر وشوي من الأوريغانو، عندي هون مرق اللحم لأنه عم بطبخ لحم لازم استعمل مرق اللحم، منضيف مرق اللحم على صلصة الطماطم اللي حتكون عندنا. طيب لحتى أنا ما تكون عندي رخوة كتير المرقة كتير الكفتة مع بطاطا، لازم نحس بالصوص ويطعمتها، فلحتى نحس بهالتكستشر هيدا لازم نحنا نحط لها شوي من النشا، بنحط نشا مع مي نخلطهم مع بعض، ما بنخلطهم بمي سخنة، بنخلطهم بمي الروم تمبريتشر درجة حرارة الغرفة ومنضيفهم إلى هون. بيتعقد عندي الصوص، بصير الصوص شديد سميك، بصير تحس بطعمة الأكل اللي نحن عم نعملها، بتبطل المرقة. عندي هون أي جار نحن حابين نستعمله، نشوف لون الكفتة، أنا بدي اللدعة اللي فيها، لأنه هلأ بدها تطرى على المرق اللي بدنا نضيفه إلها.
اللي بنعمله بنجيب البطاطا بنصف البطاطا بهالشكل، طماطم، بصل، بطاطا، طماطم وبصل، نرجع منضيف لهم كفتة بهالشكل، ومنكمل بهيدي الطريقة لحتى تطلع عندي بالشكل المطلوب. هلا اخر شيء بنضيف لها اللي هو المرق لحتى تفوت عندي على الفرن. هلا اذا غلطنا شوي وحطينا مثلا حبتين بطاطا حبتين بصل ما في مشكله بالموضوع، كنا احنا عم نزيدها حسب كميه اللحم اللي عندنا او كميه الكفته اللي عندنا. بدنا نرصها مظبوط لتطلع عندي بالاخر شكلها حلو. شوفوا كيف هذا اللاين اللي نحن بدنا اياه. بنحط كمان بطاطا، طماطم، هلا هي للتقديم شكلها كثير حلو. البطاطا لازم تكون نص قلية، ما فينا نحط البطاطا نية. هلا في ناس بتعملها نية بتحطها نية، ولكن حتطلع مثل ما قلنا بالصوص مع الصوص عم نسلق البطاطا سلق، وهيدا الشيء نحن ما بدنا اياه بالطبخ. بدنا نطلع النكهات، نكهات بتطلع بالطبخ على الحرارة عالية مثل ما شايفين عندي هون. هاي الكفتة، الكفتة كتير طرية من ورا الدهن اللي عنا. هاي الطماطم، نضيف ندورة وبطاطا. شوفوا هيدا الشيء اللي أنا بدي إياه. هلأ في عندي هون اللي هو الصوص، بلش ضيف الصوص عليهم بهالشكل. شفتوا الصوص كيف كمش؟ صار سميك شديد، يعطيني طعمة كتير طيبة معهم مع لدعة السبايسي اللي فيها. هيك صار عندي الكفتة مع بطاطا جاهزة. وآخر شيء بس بدنا نقدمها بالفقرة الثانية بنضيف لها الترافل أويل. هلأ بندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 لتعطيني درجة حرارة عالية، وبنتركها لمدة 10 دقائق بتكون جاهزة عنا. وهيك بأول فقرة حضرنا أول طبق، وبنرجع لكم لعند عهد لحتى نروح بعدين للفقرة الثانية. شكراً لك شيف محمد، يعطيك العافية. لا يعافيك. مشاهدينا سيكون معنا ضيف الآن وموضوع مهم جداً. الدخول إلى صناعة المحتوى ليس بالسهل، تحديات عديدة تواجه هذا العالم، من أبرزها الابتكار والتميز والتأثير الإيجابي. ضيفنا اليوم أعلن هدفه دون مواربة، أريد إيصال الصوت العراقي إلى العالم. يسعدنا طبعا استضافة صانع المحتوى العراقي حمزة الفخري من مدينة سامسون التركية. صباح الخير. عفوا ما في صوت. اهلا وسهلا بك حمزه، يعني بعد ان كان محتواك في البدايه، هل تسمعني حمزه؟ نعم الان اسمعك. صباح الخير حمزه، بدايه يعني محتواك كان بشكل عام، اتجهت بعد ذلك للتركيز على شخصيات عراقيه وتضع شعار هنا تشعر بالفخر الى جانب العلم العراقي، لماذا اخترت قصص النجاح والالهام بشكل خاص للعراقيين؟ يعني هناك الكثير من الأشخاص تتحدث عنهم، هناك المهندسة مريم أمين، لاعبة كرة القدم رسل خفاجي، تالا خليل وغيرهم أيضا.
بالبداية شكرا جزيلا لقناة العربي. مثل ما تعرفين أنه العراق من زمن طويل حتى من قبل 2003 هو داخل حروب ومشاكل، فإذا تبحثين بالإنترنت عن العراق مباشرة راح يطلع لك حروب. ما يعرفون أنه أكو شخصيات كثيرة داخل العراق أنتجت وعملت من معاناة، عملت شغلات رائعة. يعني على سبيل المثال إذا نحكي على نجلة عماد، نجلة عماد هاي كانت طفلة أصيبت بعبوة لاصقة، فقدت ثلاثة من أطرافها ودخلت بمشاكل كبيرة نفسية، أنه هاي الطفلة شلون راح تستقبل نفسها هي بعد هذه الإصابة. تحدت كل الظروف وتعلمت على المنضدة كرة الطاولة، وفازت، يعني أخذت بطولات عالمية، فازت على بطلات عالميات، حتى أنه سموها هي أميرة اليابان العراقية من اشتركت بالمسابقة الأخيرة باليابان. عندنا أيضا مثلا عمر محمد. عمر محمد هذا أيضا طفل محافظة الأنبار أصيب بمرض نادر اسمه مرض النسر الوراثي. هذا المرض بأي دقيقة ممكن أنه هذا الشخص ينزف من أي مكان بجسمه، وما يتوقف هذا إلا بعلاج معين حتى يتوقف. المرض صعب جدا، وتحدى هذا المرض، عمل ابتكارات كثيرة، فاز بعدة جوائز محلية ودولية. عندنا كثير والله، يعني مثلا مريم أحمد، صادفت أنه يكون عندي مريمين اللي هي حاليا هتطلع في الصورة. عندنا مريم أحمد من كربلاء، عفوا غير مريم، هذه أي ثالث مريم عندنا. مريم أحمد من كربلاء عندها تليف رئوي، ولحد الآن هي تمشي ومعاها بطل الأكسجين. دخلت مجال الرسم وأبدعت وصارت على مستوى كلش كبير. وأيضا مريم أحمد اللي بمدينة الموصل صار قصف وتفجير داخل أثناء الحرب ضد داعش، وكانت تحت الأنقاض وطلعوها، وأيضا دخلت مجال الرسم وحازت على عدة جوائز داخل الموصل. عندنا مثلا محمد النجار. محمد النجار يعني هو طوع القتال الإرهاب، وأصدقائه دخلوا كليمة داعش ودخل هو ينقذهم، لكن أصيب بطلقة بقدمه وبترت هذه القدم. بعدها هم دخل بمشاكل كآبة وتحدى هذا الموضوع، طلع بعدين درس في بريطانيا ولعب كرة قدم مع نادي بورتسموث الإنجليزي، وفاز يعني فازوا يعني بطولة إنجلترا. بعدين رجع العراق وأسس فريق لمبتورين الأطراف وأنقذ حياة نفسيا. تعرفون إنه الأمراض النفسية هي حالة أو أصعب من الأمراض يعني نعم عادية. يعني 70 إلى 80 شخص هو معاهم، فازوا ببطولات عربية وحتى عالمية. نعم يعني حمزة، هناك الكثير من قصص النجاح التي تركز عليها لأشخاص ربما الأغلب كان عندهم قصص مأساوية، خلينا نقول، قبل أن يصلوا إلى النجاح. هل تركز يعني على هؤلاء الأشخاص أكثر، وهل هناك برأيك قصص يجب أن تروى وقصص يجب أن تتجاهلها؟ يعني إذا كانت، والله ما أتوقع أنه أكو قصص ممكن أن نتجاهلها، لا، أي قصة تستحق الانتشار يجب أن يعني تأخذ استحقاقها بالانتشار عالميا، حتى الناس أيضا يشعرون أنه الأشخاص اللي عندهم هذه الحالات أو هذه المصاعب كيف تحدوا هذه المصاعب ووصلوا إلى العالمية. لكن بالتأكيد ما كل القصص هي عند هذه الظروف المأساوية، يعني هذول جزء منهم، باعتبار أنه كل فرع عراقي، كل شارع عراقي هسه لابد أن يكون بينه على الأقل مصيبة واحدة. نعم، طب هذه القصص كلها بمجرد أنت أنه تنشر عنهم وتتحدث عن يعني هذه قصص النجاح لأشخاص وصلت لأهدافها، برأيك كيف ممكن أنه يفيد الأشخاص أو متابعينك وأيضا أصحاب هذه القصص؟ سؤال جميل. طبعا بداية الدعم المعنوي هو أهم كل شيء. الدعم المعنوي يعني هو صاحب القصة اللي يجي يشع أنه
شخص اشتغل عليه القصه بهذا المستوى ويجي يدخل يقرا التعليقات، فهو دعم معنوي كلش كبير ويعطي ثقه كبيره بالاستمرار. ايضا كثير من القصص اللي عندي ياخذوها وسائل اعلاميه ويعملون معها لقاءات وتقارير، يعني تقدرين تقولين انه صفحتي صارت هي مصدر للقصص الملهمه داخل العراق في قنوات مهمه جدا عربيه. ايضا عدد يعني عدد جيد من المتابعين الجدد اللي حصلوها اصحاب القصص، وبالتالي اذا كان عندهم مبيعات راح يزيد مبيعاتهم. وبعض الاحيان القصص المأساويه، عندي مثلا اشخاص كانوا يحتاجون الى عمليه، اشخاص يحتاجون الى علاج غالي جدا، احتاج يعني اشخاص يحتاجون الى مبالغ ماديه. فمجرد انه تنتشر هذه القصه وانا اخلي يعني التواصل معهم، وسائل التواصل، فيتصلون بهم بعض المرات منظمات حتى عراقيه وغير عراقيه، يعني عربيه، تكفلوا بعمليات، تكفلوا بعلاج الى اخره. فهذا صراحه انا اعتبره انجاز نفسي، يعني حتى لو كان انجاز واحد، اذا كنت سبب في انقاذ حياه شخص واحد فانا اعتبره هذا انجاز العظام. فكيف اذا كانت عدد كبير من هذه القصص انه اطيق اساعدهم بطريقه او باخرى. طيب حمزه، غزه كانت يعني وما زالت حاضره بقوه في محتواك في الوقت اللي كثير من صناع المحتوى العرب ربما في البداية وقفوا مع القضية الفلسطينية وكانوا ينشرون الكثير من الأمور التي تحصل، ولكن اليوم تجاهلوا أو تناسوا ربما. لماذا أنت ما زلت مصر على نشر كل ما يحدث في غزة وتتعاطف طبعا معهم حتى الآن؟ مبدئيا بالنسبة لصناع المحتوى اللي ما ينشرون على فلسطين، صراحة أنا ما عندي كثير ارتباطات بهم يعني معهم، لكن حسب تحليلي أنه ربما خوفا من السياسات البلدان اللي يعيشون بها، وربما أيضا خوفا على أنه الصفحة ممكن أن تغلق بسبب سياسات السوشيال ميديا. لكن أنا عتبي على بعض المشهورين اللي بعض من الناس يعتبرهم أنهم هم قدوة، يعني يعملون اعلانات المنتجات داعمه للاحتلال. انا اشوف ان هذا الموضوع ما له داعي نهائيا، يعني انت الله مكنك وعندك، فما تحتاج انت هذه المبالغ البسيطه حتى تجي تعمل بهذا الوقت تدعم الاحتلال. اما علاقتي بفلسطين كعراقي، فنحن تربينا على حب فلسطين، يعني من احنا اطفال تربينا على حب فلسطين يعني بشكل كلش كبير داخل المدارس وبالمجتمع. حتى انه اكو معلومات مهمه يمكن يعني اكو كثير من الناس العرب ما يعرفوا، انه الجندي العراقي كجندي يسمى ابو خليل، يطلق يعني هذه التسميه تطلق على الجندي العراقي. ليش ابو خليل؟ يعني الجيش العراقي اشترك مرتين بالحرب ضد فلسطين، عفوا ضد اسرائيل، فالجيش العراقي كان متمركز بمدينة الخليل الفلسطينية، ولحد الآن يسمى بأبو خليل. أيضا يعني كل المدن العراقية لا تخلو أبدا من على الأقل في اسم فلسطيني واحد. يعني أنا إذا أحكيك على مدينة الموصل، فعندنا ثلاث أحياء سكنية كبيرة بها يعني هي تحت أسماء فلسطينية، عندنا اسم حي القدس، عندنا حي فلسطين، وعندنا حي نابلس. يعني مدارس اكو، مستشفيات كبيره، شوارع مهمه جدا في بغداد، يعني شارع فلسطين في بغداد يقال انه هو شارع جدا مهم، يقال انه تم تسميته شارع فلسطين لان كان له وزارات مهمه داخل العراق، فتضطر السفارات الامريكيه والبريطانيه من تعمل مخاطبات مع الحكومه العراقيه تذكر اسم فلسطين. بمراسلات مالتي. نعم. طيب حمزة، نتحدث قليلا عن موضوع صناعة المحتوى، يعني حضرتك كصانع
محتوى، وللأسف اليوم التوجه نحو الربحية السريعة خلينا نقول، وفي مقولة الجمهور عايز كده أو المتابع أيضا، وبالتالي المحتوى يكون بعض الشيء ترفيهي سطحي، يعني مجرد أنه ينتشر بشكل سريع وكأنه هناك نجاح في هذا الموضوع. ما رأيك في هذا الموضوع؟ وهل هناك من نصائح ربما هيك سريعة تقدمها لأي شخص حابب أنه يكون صانع محتوى اليوم؟ نعم، للأسف ربما لأن نحن كعرب شعب لا يقرأ، فما يحبون كثير المعلومات الترفيهية، بالإضافة أنه السوشيال ميديا خوارزمية، ما يهم إذا كان هذا محتوى هادف أو هذا محتوى سطحي، يهم أنه ينتشر ويحصلون أموال. بالتالي المحتوى السطحي هو اللي لاقي الانتشار، لأن عنده جمهور معين، ويعني طريقة صناعة هذه الفيديوهات سهلة جدا، ما مثل مثلا أنا على سبيل المثال أشتغل فيديو أحد الأيام أو أحد المرات استغرق مني 7 أيام على فيديو دقيقة واحدة من إعداد وسيناريو وسكريبت تصوير ومونتاج إلى آخره. وبالتالي هو أو المحتوى السطحي يحصل على مشاهدات كثير أعلى مني، فهو موضوع غير منصف صراحة، وهي كأنما معركة بين المحتوى الهادف والمحتوى السطحي، فالموضوع يحتاج إلى جهد كبير. أما بالنسبة ل يعني خلينا نقول الملاحظات اللي ممكن أعطيها لصناع، النصائح لصناع المحتوى، أهم نصيحة أنه أنت لازم تعشق المحتوى اللي أنت تشتغل، لازم تحبه بدرجة جدا كبيرة. ليش؟ لأن راح يكون عندك مطبات كبيرة، ربما ما حيكون عندك مشاهدات، راح يصير عندك إحباط كبير، ربما أنت خلال 6 أشهر أو سنة كاملة ما راح تقدر تحصل على المتابعات اللي أنت كانت ببالك. فعليه من أنت تحب المحتوى اشتغل، حتى لو كان عدد المتابعين أو عدد المتابعات 5 متابعين أو 5 مشاهدات، اشتغل لهذول شوية شوية، تطور إلى أن تصل إلى المليونية إن شاء الله. النقطة الثانية أنه أقرأ كثير عن كيفية كتابة القصص، لأن الناس تحب القصص. وأيضا النقطة الأخيرة والمهمة أيضا، اهتم كثير بمصداقية المعلومات اللي تنزلها، واهتم موضوع الصوت، لأن الصوت هو مهم جدا ومهم حتى أكثر من الصورة. على العموم يعني مثل ما أنت فخور بالكثير من قصص النجاح وخاصة العراقية، الأكيد أنه هم أيضا فخورين بك وبمحتواك. أنا بدي أتشكرك حمزة الفخري صانع المحتوى العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى فاصل الآن، ثم نعود مع فقرة مع الناس، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، وصباح النور. صباح الخير سارة مجددا. يعني بعد يوم عمل طويل يعد المنزل رمزا للاستقرار والدفء، وملاذا آمنا يجد فيه الإنسان الراحة والسكينة، يجمع أفراد الأسرة ويتشاركون اللحظات الجميلة. لكن يا سارة، عندما يتحول إلى سجن مليء بالأصفاد، يبحث السجناء عن أي وسيلة للهروب من جحيم الحبس المنزلي. من رام الله نستضيف الصحفية لمى غوشة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكم. لمى، يعني منذ 4 سبتمبر 2022 وحتى يوليو 2023، يعني خلال 10 أشهر لم تخرج من المنزل، لماذا؟ نعم، لأن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تتهمني بتهمة التحريض والتماهي مع التنظيمات الإرهابية بصفتي صحفية أقوم بنقل
رواية المهمشين والمهمشات في الشعب الفلسطيني وتحديدا الأسرى والأسيرات والشهداء في مدينة القدس المحتلة. وكانت وسيلة العقاب الأولى في تلك اللحظة ما بعد السجن المباشر، السجن الفعلي، هي ما يسمى بالإقامة الجبرية أو الحبس المنزلي، وهي عبارة عن وسيلة عقابية استعمارية موروثة من الانتداب البريطاني، كانت مستخدمة في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، ومن ثم لجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الفلسطينيين ولمحاولة مراقبتهم والتحكم فيهم من خلال تحويل المنزل، وهو المكان الذي يعبر عن الوجود وعن الوطن الثاني، وهو الحيز الحميمي أيضا للفلسطيني، حيث تجتمع العائلة أو الأسرة الفلسطينية وهي المكون الأساسي في المجتمع الفلسطيني. أراد الاحتلال أن يحول هذا المنزل إلى سجن يتحكم بحركة الفلسطيني، وأيضا أراد استخدام أفراد عائلته، أفراد الأسرة الفلسطينية، كسجانين أو كأدوات للمراقبة. فتم اختيار هذا النوع من العقوبة لي، وتواجدت في المنزل لمدة 10 شهور، ولم يكن أيضا قرار الحبس المنزلي متعلق فقط بحركتي على المستوى الجغرافي، بمعنى لم يكن فقط قرار بمنع الخروج بالمنزل، إنما أيضا ترافق مع قرار منع الاتصال والتواصل، وهو لمحاولة قطعي عن الحيز الاجتماعي الخاص فيه. فإن منعت من الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إن منعت من استخدام الإيميل أو السمارت فون، سمارت تي في في البيت. وبالمناسبة هذه الوسيلة تستخدم بشكل خاص للفلسطينيين في مدينة القدس وفي الداخل المحتل. أكثر من مناطق الضفة الغربية في هذه اللحظات يوجد أكثر من 70 أسير أو أسيرة موجودين تحت عقوبة الحبس المنزلي في مدينة القدس على وجه التحديد. نعم. لما طيب يعني أنت بالأساس صحفية، ولكن بعد ذلك اتجهتي إلى الرسم، خبرينا لماذا اتجهتي إلى الرسم، وما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلاله؟ نعم. نعم، أنا صحفية لاجئة إلى الفن، ولست فنانة ولا أطمح أن أكون، ولكن الفن كان هو وسيلتي للتعبير عن نفسي خلال فترة وجودي في الحبس المنزلي المترافق مع قرار منع الاتصال والتواصل. كنت ممنوعة من التعبير، ممنوعة من النزول إلى الميدان، ممنوعة من نقل روايات الفلسطينيين في الميدان، أو حتى التعبير عن نفسي افتراضيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فلم يكن هناك من أدوات ألجأ إليها للتعبير عن نفسي في تلك الفترة إلا أولا الكتابة، وثانيا الريشة والألوان، ألوان الزيتية وألوان الأكريليك. لذلك قررت في تلك اللحظات الصعبة أن أهرب، أو ألجأ للفن للهروب، أو كأداة مقاومة وكأداة صمود. وقمت بعمل 31 لوحة عبرت من خلالهم عن كافة المشاعر التي يمر بها الأسير أو الأسيرة سواء في السجن الفعلي أو في الحبس المنزلي، وجسدت أيضا مجموعة من المواقف الصعبة التي مررت فيها كأم وكأنثى خلال فترة السجن الفعلي وخلال فترة الحبس المنزلي. بالتالي هي كانت وسيلة أعبر بها عن قساوة هذا النوع من العقوبات الاستعمارية، وأحاول أن أزيل الصورة النمطية عن أن هذا النوع من العقوبة هي عقوبة ناعمة أو بسيطة. أريد أن أقول أن هذه العقوبة هي عقوبة قهرية، وهي تحاول أن تخترق الحيز الحميمي داخل الإنسان الفلسطيني، وتحاول أن تخلق نوع من الصراع داخل نسيج الأسرة الفلسطينية. نعم، يعني هذه اللوحات من خلالها استطعت إقامة معرض أم تحت الإقامة الجبرية. يعني كان هناك، خلينا نقول، فنانة أو شبه فنانة، كما تحدثت أنه لا تريدين أن تكوني فنانة، ولكن هذه اللوحات عبرت عما في بداخلك، لأنك أيضا كتبت مثل بحث عن الحبس المنزلي. هل بالفعل يعني الحبس المنزلي ترك لك جرح كبير مثل قساوة الاعتقال داخل السجن، أم تعتبريها أنها عقوبة يعني أخف قليلا؟ نعم، يعني في فلسطين تتعدد السجون، السجن الفعلي له ميزاته وخصوصياته،
وأيضا له أدواته القهرية لقهر الفلسطينيين والتحكم فيها، وأيضا هناك أدوات مقاومة يقوم الفلسطيني بإنتاجها وتشكيلها لمقاومة هذا السجن. الحبس المنزلي هو سجن من نوع آخر، أعتقد أنه يعتبر أكثر خطورة من السجن الفعلي. لماذا؟ لأنه هو عقوبة غير مرئية، هي عقوبة تقوم بمحاولة احتلال الوعي الموجود داخل الإنسان، محاولة تغيير مبادئه، تغيير قيمه، محاولة خلق صراع بينه وبين عائلته وبينه وبين البيت أيضا. فبالتالي هو أكثر خطورة، لأن في السجن الفعلي الأمور واضحة، أنت تعرفين أنك في هذا المكان الاستعماري الذي يعتبر هو مكان يعبر عن إدارة سلطات السجون. الشخصيات الموجودة هناك، السجانين، الأشخاص المحققين مثلا، أنت تعرفين أنهم أيضا أشخاص تابعين لإدارة مصلحة السجون. وأيضا الأسيرات في سجن الدامون هم أسيرات فلسطينيات، تعرفين كيف تتحدثين معهم وأنهم في نفس الخانة وفي نفس السياق الموجود معك. ولكن في الحبس المنزلي يختلف الوضع، لأنه يتحول أفراد العائلة وهم أقرب الأشخاص لديك وتربطك فيهم صلة الدم وصلة القرابة ومشاعر مليئة بالحب والاحترام والخوف، وهي المشاعر الفطرية التي وضعها الخالق فينا كبشر، يتحولون لأداء وظيفة يقوم الاحتلال بوضعها لهم، وهي وظيفة السجان أو الجلاد أو المراقب. فبالتالي أنت تصعب عليك المهمة، تختلط أمامك المشاهد، هل هؤلاء هم أهلي أم هؤلاء هم ضدي، يقومون بلعب يعني وظيفة ضدي كسجانين بين قوسين. وأنا هذه الرسالة الأساسية التي أريد أن أوصلها عن موضوع الحبس المنزلي أو الإقامة الجبرية، أريد أن أقول لكل شخص يقوم الاحتلال بتوظيفه، سواء كان أب أو أم أو زوج أو زوجة، حتى يقوم بلعب دور السجان بين قوسين أو أداة المراقبة على الأسير الأسيرة في داخل بيته، أريد أن أقول لهم بأن لا يقعوا في فخ هذا النوع من العقوبات، أن ينتبهوا جيدا للهدف الأساسي من هذا النوع من العقوبات، وأن يكونوا وسيلة دعم وحماية واحتواء لأبنائهم، ولا يتحولوا إلى سيف آخر مسلط على رقابهم. هذه يعني الرسالة الأساسية التي كنت أن أود أن أحول تجربتي من تجربة فردية إلى تجربة جمعية، لمحاولة خلق وعي جمعي مضاد لكيفية التعامل مع هذا النوع من العقوبات السامة والخطيرة والمليئة بالمعاني غير المادية، يعني لا نستطيع أن نلمسها بيدينا، ولكن هي تحاول أن تخترق الوعي وتحاول أن تخترق السياقات الاجتماعية والتركيبات البنيوية للإنسان الفلسطيني بشكل خبيث وبشكل غير مباشر. نعم. طيب، بالنسبة للرسم وللكتابة، 10 أشهر قضيتيها داخل المنزل، أخبرينا ماذا فعلتي أيضا، يعني كيف قضيتي أيامك في الحبس المنزلي؟ نعم، في الحبس المنزلي هناك ساعات، عدد مهول من الساعات، وأنت محدودة بمساحة جغرافية معينة لا تستطيعين أن تتجاوزيها. فبالنسبة لي أدوات المقاومة أو الهروب كانت هي 3، القراءة، الكتابة، والرسم. أنا أيضا كوني باحثة في أدرس الماجستير في الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، فأنا أكتب، فلذلك قررت أن أكتب أيضا عن هذا النوع من العقوبات وأكتب عن تجربتي في الحبس المنزلي. فقمت بإعداد مادة بحثية بعنوان سيسيولوجيا الحبس المنزلي، الهروب كأداة صمود، وكتبت عن هذه التجربة بكل تفاصيلها وبكل الحيثيات الغير مرئية الموجودة بها، وحصلت أيضا على جائزة إبراهيم الدقاق. نعم، نحن بنتشكرك الصحفية لما غوشة، شكرا لك جزيلا، كنت معنا مباشرة من رام الله. إلى الشارع مشاهدينا، وفنان اختار الشارع ملاذا لفنه وحوله إلى مرسم دائم وورشة إبداعات مفتوحة تحتضن فنونه في رسم البورتريه. تفاصيل عن سيف الدين جبالي في هذا التقرير ثم نعود. We'll be right back.
حب، يعني تولد معي لقيت روحي مغروب، نحب نرسم وخاصة نحب نرسم الإنسان. الرسم حاجة معايا فيا ومعايا وقاعد نكتشف فيها ديما، مع كل وجه جديد ومع كل تصويرة جديدة فما اكتشاف جديد، فما طاقة جديدة، فما مستقبل جديد، فهمتني؟ قاعد يتحقق ديما وقاعدين يتحركوا له. وجوه الناس ولات مثل رسالة، مثل حكاية، مثل قصة، مثل كلام. الوجه الناس يعبر ويحكي ويحكي معك برشا على برشا حوايج، على تجربة في الحياة، على حاضر، على مستقبل. المهنة مش مهنة عادية، يعني هي مهنة تحبها وموجودة بطبيعتها. اختياري للشارع كفضاء مفتوح هو التواصل مع الناس الكل، فهمتني؟ في الشارع تلقى الناس الكل، وعندك الحظ باش تقابل معناها الاختلاف، تشوف التصورات المختلفة. مع التجربة، مع الوقت ولا إيقاع، ولا نوع من الموسيقى الخاص، فهمتني؟ كل رسمة عندها إيقاعها الخاص وعندها خصوصياتها. هو حب بصراحة، هو حب حر ونقي. بالفعل الفن هو حب. سننتقل إلى موضوع آخر من الفن، عن الكبد. يعد الكبد أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان ويؤدي مهام حيوية كثيرة، منها تخليص الجسم من السموم. فما أهمية الحفاظ على نظام غذائي متوازن لدعم وظائف الكبد؟ وإلى أي مدى يمكن للغذاء تنظيف الكبد من السموم؟ حول هذا الموضوع معنا أخصائية التغذية لمى أبي غنام. صباح الخير لمى. صباح النور، كيفك عهد؟ موضوع مهم جدا لمى، وظائف الكبد. خلينا هيك، يمكن هي كثير الوظائف ولكن نحاول أنه نختصر، ما هي وظائف الكبد وكيف ممكن النظام الغذائي الصحي أنه يؤثر عليه؟ هلا أهم بموضوعنا لليوم أنه الكبد هو بيقوم بتنظيف الجسم من السموم اللي بتجي عبر الدم من بعد ما نحن يتم عملية الهضم الأكل. فنحن كل شيء سموم تنتقل من الهضم من المعدة والأمعاء تنتقل على بالدم للكبد ليقوم بتنظيف السموم من الجسم. كمان الكبد بيقوم بإفراز الصفرة اللي هي مسؤولة عن هضم الدهون عنا، فبساعد على هضم الدهون. هو بيخزن الجلايكوجين اللي هو شو بيعمل؟ لما يعلى سكر الدم بيقوم الكبد بإدخال هيدا السكر على وبخزنه على نحو شيء اسمه جلايكوجين، وبعدين وقت انا عوز هيدا السكر بيعمل شيء اسمه جلايكونيوجينيسيس ليعطيني سكر. بنفس الوقت هو بحافظ على تخزين معادن وفيتامينات مثل فيتامين الف ودي واي وكي اللي هن فيتامينات الدائبه بالدهون، بيساعد كمان على الحفاظ على البي 12 والحديد. بنفس الوقت بحافظ على كمان تخفيض مؤشر الالتهاب بالجسم. هلا يعني وظائف عديدة، بعد في كثير أكثر. بعد في كثير. طيب كيف ممكن أيضا النظام الغذائي، خلينا نقول لنختصر هيك كمان، هلا ممكن يأثر سلبا وممكن يأثر إيجابا. يعني حنحكي عن السلبيات ولنحكي شوف إذا عندنا مشكلة بالكبد كيف نحلها. أول شيء الأشخاص اللي بتكثر كثير من المشروبات الغازية، العصائر اللي بتحتوي على شيء اسمه هاي فركتوز كورن سيروب، الأشخاص اللي بتكثر كمان كثير من المأكولات الجاهزة، اللحوم المقددة والمصنعة،
اللي بيشربوا كحول حتى اللي بيدخنوا اللي ما بيعملوا ابدا رياضه، كل هيدي المشاكل مع مرور السنين بتودي ليصير في عندي اول شيء بنبلش بدهن كبدي بيرجع بيتطور ليصير في عندي شيء اسمه سكارينج على الكبد او هو تليف الكبد. هلا الكبد الشيء كثير منيح لازم نعرفه هو العضو الوحيد اللي ممكن يرجع حاله للطبيعي، بس ما نلحق حالنا قبل ما يصير في عندي تليف. طيب لنعمل هذا الموضوع شو هن المأكولات اللي لازم نحافظ عليهم؟ قلنا نحن كل هيدي السموم من وين بتجي؟ بتجي من الهضم او بتجي من الامعاء. فاول شغله لازم نحن نهتم انه الميكروبيوم او صحه الامعاء عندنا تكون جيده جدا، فشو لازم اعمل؟ لازم انا اتناول بروبايوتيك اللي هي موجود بالمأكولات المخمره، مثل اذا عم نحكي هون ساور كوت او اللي هو الملفوف المخلل المخللات، ناخذ الكفير، هيدي بساعد انا على البكتيريا الجيده بالامعاء. وممكن اخذ بروبايوتيك كسبلمنت مرتين بالسنة لمدة أسبوعين. أي حدا بياخد أي مضادات التهاب أو أي مضادات فطريات لازم خلال فترة العلاج أخذ بروبايوتيك لحافظ على البكتيريا الجيدة بالأمعاء. خلال أكلي دايما لازم كان عم باخد بريبايوتيك اللي هن الخضروات الخضراء، الخضروات الصلبية نذكر منهم اللي هو الكيل، نذكر منهم البروكولي والأرنبيت والأرديشوكي، هو بيدعموا كتير صحة الكبد. حتى الموز اللي بحبه حتى دارك شوكولات كمان بيدعم صحة الكبد إذا عم ناخدها بكمية معقولة. كمان إذا بدك نحكي عهد عن مأكولات، السلفر بيساعد كتير على، أو هو الكبريت بالعربي، بيساعد على يخلي الجسم أو الكبد يتخلص من السموم. وين موجود؟ موجود بالثوم، موجود بالبصل، أو موجود كمان بالخضروات الصلبية اللي هلأ ذكرنا. فنحن إذا دخلناه بأكلنا وجمعناه مع اليود الموجود كمان عندنا هون بالأسماك اللي هي كمان فيها أوميغا 3، فنحن عم نخفض مؤشر الالتهاب وعم نساعد على تجديد الخلايا بشكل كتير مقبول بالجسم. يعني أنت لما جاوبتيني على كل الأسئلة بعتيد سبليمنتس كمان أعطيتينا هيك فكرة عامة، لأنه بدنا نفوت شوي كنا بالتفاصيل. يعني شخص كيف بيعرف أنه هناك سموم في الكبد؟ هل هناك من عوارض معينة مثلا؟ أو كيف ممكن أنه يتبع بالفعل نظام غذائي آمن؟ لأنه عم نشوف كتير بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم في كثير ناس يعني بتعطيكي يمكن ارشادات معينه ممكن تكون ما بتفيد الجسم. كيف بنعرف اي النظام الغذائي المناسب لجسمنا؟ هلا ذكرتي اول شيء بس شو العوارض اللي بتبين. اول شيء لو اي شخص بيعاني من تعب وخمول دائم غير مبرر، يعني بيكون بينام مزبوط ما عنده نقص بالفيتامينات، عنده لعيه نفس، بيكون عنده نفخه، او البطن بيكون من تحت الصدر لاخر البطن بيجي مثل الكره مثل الاوفل شيب، اي شخص مثلا ببلش يظهر عليه عوارض اصفرار بالجلد او بالعين اللي بسموها صفره الكبد او اليرقان بصير عندنا اياهم، بصير لون البول كثير غامق، لون البراز بصير كثير فاتح، بصير في عنده حكه بتزيد اكثر بالليل وما بتبين فيه طفره بالجلد. هيدا الشخص لازم يروح يفحص وظائف الكبد ويعمل الترا ساوند اللي هو لنعرف اذا نحن عندنا في فاتي ليفر او في عندنا لا صارت مشكله اكبر على صعيد الكبد. هلا كرمال الانظمه الغذائيه اللي بيحكوا كثير عنها، بدنا نعرف شغله انه اثبتت كل الدراسات انه الصيام المتقطع هو بيعتبر من افضل الاشياء اللي ممكن انا بخلص الجسم فيها من السموم. ليه؟ لانه خلال فتره الصيام انا ما عم باكل حاليا اي شيء، الجسم حاعطي بس صيام هون عم نحكي 12 ساعه، الجسم شو بصير بيعمل؟ شيء اسمه اتوفاجي او بيعمل شيء اسمه بروجرام سيل ديث، بخلص الجسم من كل الترسبات ومنساعد على تجديد الخلايا. هلا في عندنا نوعين من الصيام، في الصيام اللي بنسميه دراي اللي هو نحن حتى ما بنتناول فيه المي، اللي هو مثل تقريبا بيشبه الصيام برمضان، اثبت الدراسات انه هو افضل نوع الصيام حتى افضل من الصيام اللي نحن بندخل فيه مي. فتاني شغله هو الصيام اللي بدخله فيه مي بيساعد كثير لصحه الكبد. هلا كمان بتلاقي في كثير اشياء على التواصل الاجتماعي انه في مشروبات وفيتامينات في اشياء صحيحه منهم في اشياء شوي مبالغ. يعني عشان هيك بسالك كمان عن الفيتامينات، بما انك ذكرتي فيتامينات معادن يلي بتساعد الكبد وذكرتي في بعضها موجود يعني بالاغذيه أيضا. صح. هلا مش موجود كثير بالاغذيه واللي اثبتت الدراسات انه هو بيساعد كثير لصحه الكبد وبدخل الكبد، لانه اخطر السموم هي السموم اللي بتدوب بالدهون بتتخزن بالكبد.
فبعدين الكبد هو بالعاده هيدا السموم بحولها لسموم دائبه بالماء ليطلعها عبر الكلاوي، فهو بيساعد الكلوي لتساعد بتصريف هيدا السموم، لانه تصريف السموم بصير بالمعده بالكلوي بالامعاء يعني بالامعاء وبالكبد وبخلال التنفس عبر الرواية. طب كيف بساعد؟ في شيء اسمه ملك تستل او اللي هو اللاتين الشوكي، اوكي؟ حليب الشوكه، لا هو شو بناخده؟ ناخده لفترة 3 أشهر نحن كأشخاص عاديين، حتى كأشخاص منعاني من مشكلة بالكبد، بيساعد ليدخل الكبد بفترة أنه يقدر يجدد الخلايا اللي هي تضررت فيه، وبيساعد على تخليص الجسم من السموم. في عندي كمان شيء اسمه أناستيل سيستين، كمان هو مش موجود بأكلنا، هو مركب إذا أثبتت أنه أنا إذا صار تشخصت أنه أنا عندي التهاب بالكبد أو عندي تليف بالكبد أو في عندي بس فاتي ليفر، كمان بيساعد كتير. هيدا منجيبه بس بسبلمنتس. هلأ السبلمنتس الثاني ما إلها كتير عازة، لأنه ممكن إذا أنا دخلت الكركم أو الكركمين هلأ بتلاقيك موجود كسبلمنتس، بس إنه ليه لا أخده وكتر كمان من الحبوب، لأنه موجود بالأكل. الكركم مثلا بساعد حتى الاشخاص اللي عندهم ارتفاع بانزيمات الكبد، الاشخاص المؤشر لالتهاب عالي عندهم، يعني اذا دخلت الكركم بس باكله حافظت على تخفيض مؤشر الالتهاب بالجسم وساعدت على صحه الكبد. بس دائما الكركم بنزيد له البلاك بيبر او الفلفل الاسود لحزز من وظيفته. طيب يعني هالمكملات خلينا نقول الغذائيه او السبلمنتس اللي تحدثتي عنها يلي كمان ممكن انه تساعد وتعالج الالتهاب او اذا بالكبد في سموم، اذا الشخص تناول كل هذه الامور ولكن العادات السيئه خلينا نقول بالاكل ما غيرها، هل ممكن انه يساعد حل ولو بشكل كثير؟ لا، يعني اذا نحن بنتبع ما هو انا لحافظ على كبد سليم، هو مش بس بالاكل، هو حتى باتباع نظام حياه صحيه، يعني بدي يكون انا عندي حركه، بدي يكون عم نام مضبوط، لانه كمان اذا ما نمت مضبوط حيعلي مؤشر الالتهاب، حيحرض الكورتيزول والانسولين، لازم حافظ على وزني، وخصوصا انه اعتمد انه محيط الخصر عند البنات ما يتخطى من 80 ل 82 سنتي، ولعند الشباب تكون تحت 95 سنتي، لانه تراكم حتى الدهون حول الكبد حول سوري لمنطقه البطن، هذا دليل انه عندي انا دهون حول الكبد. فهي مش بس فيتامينز ومنرالز، حتى مثلا نقول انا تبعت كل هودي بس للاشخاص اللي بيشربوا كحول او بيدخنوا، بقوا عم بيدخنوا او بقوا عم بيشربوا كحول، للاسف السموم كلها لا حتكون موجوده، بكون عم بساعد شوي بس لا ما في انا اشفي الكبد. ومثل ما قلنا الكبد هو الوحيد ممكن يرجع كعضو يصير باك تو ذا نورمال، ممكن ياخذ معنا اسبوعين لشهر نرد فاتي ليفر من حاله سيئه لحاله جدا طبيعيه، بس بحال صار خلص في تليف للاسف لا الاغذيه بتنفع ولا نمط الحياه بتنفع، هون بصير بدهم زراعه كبد او بصير منا اجراءات اكثر من هيك بكثير. يعني لنتفادى الوصول لهالمرحله الخطره، نصائح مهمه يعني انه نظام الغذائي الصحي وتفادي الكثير من المشروبات والمأكولات لصحتنا، يمكن مش بس لليوم للمستقبل مزبوط. كمان مهمه جدا. انا بدي اتشكرك لما ابي غنام اخصائيه التغذيه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل الآن ثم نعود مع آخر فقرة مطبخ صباح النور، ابقوا معنا. من جديد صباح النور مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا إلى وقفتنا الأخيرة مع مطبخنا مع شيف محمد لنستكمل إعداد أطباق اليوم. شيف محمد إليك. يا هلا يا هلا. يلا خلينا نحضر الطبق الثاني معنا. خلينا نضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون بيلبق كثير مع السي فود، فاذا طبقنا اللي هو الاخطبوط البروفنسيال اللي بدنا نعمله، اول شيء بدنا نحمي الزيت على درجه حراره عاليه. في عندي هون البيبي اوكتوبوس، هذا هو البيبي اوكتوبوس اللي نحن عم نحكي عنه، هيدا بيبي اوكتوبوس اللي هن صغيره، في احجام بيجي من الاربع كيلو ماكسيموم لهدول الصغار. فهلا درجه الحراره عاليه، بدنا نضيف، شوفوا كيف Thank you.
شوفوا كيف مغير حجمها. هيدي هي صارت، اذا بتشوفوا كيف لاكي على بعضها كلها، هيدا اللي نحن بدنا اياه من وراء درجه الحراره العاليه. اوكي، بنبلش نضيف ملح، بنضيف فلفل اسود، بنضيف لها كمون، كمون هلا مع الليمون حيعطينا طعمه طيبه. عندي الثوم الاخضر، نقليهم بهالشكل لياخذوا بعض، بنحط الزعتر الاخضر بنرشه عليهم، تعطيني طعم كثير طيب الزعتر مثل ما شايفين. في عندي الكزبره، بنضيف لهم الكزبره الخضراء المقطعه، بنضيف عصير الليمون، وبدنا نضيف معهم اللي هو المرق، مرق السمك اللي حتعطيني نكهة طيبة معهم. أكيد خالطها مع شوي من النشا لحتى يعقد عندي هيدا الصوص. اتركهم بهالشكل ومنخليهم يغلوا معنا على نار هادية. بيكون عندنا طبق اللي هو الكفتة مع البطاطا، بدنا نسكبه مع بعض بدنا نطلعها من الفرن، نعلي درجة الحرارة. اوكي، بنروح على الفرن لنطلع طبق الكفتة. الطبق صار جاهز ونحن جاهزين يا شيف. يا اهلا وسهلا، حتى نكون معك. يعطيك العافيه. هلا هيك صارت عندنا جاهزه. اليوم حضرت لكم صحنين. خد الشوكه واعطيني السكين اللي حنعمله. هلا لا، خلص السكينه معنا، ما بامن اعطيك اياها. ساره اللي حنعمله يا ساره اللي هو عندنا هون زيت الترافل مع الكفتة. عرفت انه في لمسه، ما في حط زيت الترافل، ما في يقعد عائق. ما بتظهر لمحل. كنا عم نحكي وقت اللي كنت عم تشتغل على الكفته بالبطاطا، قالت لي مش ظابطه ابدا انه الشيف محمد عم يعمل كفته ببطاطا. بس هينا ايه، بس خلص الا ما يكون في لمسه. وشو كمان حنضيفنا؟ بارميزون. هيدي كفته ببطاطا كلاس. فلا ان شاء الله بتعجبكم. طيب الترافل مع الاكل جدا، انا بحبه على البيتزا، ما بعرف شو خصه بالموضوع ولكن حسيت انه بدي اقول هالمعلومه. مع البيتزا صراحه كثير، مع البيتزا كثير طيبه. طيب هاي معلقتين بعد، بدنا نسكب اللي هو اخطبوط. اخطبوط بيبي، اخطبوط بيبي اخطبوط. عندنا هاي نجيبها ونحطها حده مشانك انت يا ساره. هلا حضيف هول، نبعد؟ لا خليته خليته. لانه في يعني، ما انا ليه حطيتها هون؟ في اصابات صارت قبل. شوفي ما احلاها. ايه بعد. اوه شفت ال واو. هلا هيدي حتخلي الصوص تنشد معنا اكثر. يا سلام، هذه هي الأكتوبوس. وهيك صار عندنا طبقين اللي هو الكفتة ببطاطا مع الترافل أويل وجبنة البارميزون. وعملنا الأكتوبوس البيبي الصغير، قريبة طعمته للكلاماري وقريبة للسيفود اللي هو الشريمب.
وحتى هنا له كزبرة وتوم وحامض. بس بيقولوا انه اقسى شوي. اذا كان حجمه 3 كيلو 4 كيلو هول بيمسكون الكبار. بيجي 3 كيلو؟ ايه بيجي 4 كيلو كمان. بيكون اقسى. باسبانيا بايطاليا. فبيكون اقسى هونيك بده سلق 45 دقيقة. اما نحن هدول صغار دغري. بيبي صح. إيه. شكرا لك نجم محمد نجم. صراحه دقت هذيك المره الاكتر بس خليني اجربها كثير طيبه هذيك المره. لا بنخليك تجربيها. شكرا لك. شكرا مشاهدينا. ختام حلقه اليوم من صباح النور. غدا حلقه جديده. ماذا فيها غدا؟ الاسئله الشائعه حول عمليات التجميل ومنصه تيليجرام خصوصيه تزعج الدول، الصراع النفسي بين الموظفين ايضا في سياق حلقه الغد. إلى هنا مشاهدينا حلقتنا وصلت إلى نهايتها. نتمنى لكم بقية نهار مميز مع باقي برامجنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.